رقم 62 الحاج محمد عبدون، رقم 63 أمان الشهيد، رقم 64 هشام الشهيد. سعي وليد لك تسمعني لخطري ديالك، لي وليد لخطري. السلام عليكم. هذا هلال محمد القاسمي بوهلة ولاد عمران قليب سيدي بن عمالة سيدي بن نور. اشنو الشيء اللي بغيت تاخذ مني؟ مع الموسم سيدي، هذا الموسم ديال مولاي عبد الله ايت مغار. حنا جدنا، حنا من عهد الادارسة والمرابطين، وحنا هاد القواسم حنا اللي اسسنا هذا مولاي عبد الله. مهما بغى يكون الموسم ديال مولاي عبد الله، الشرفه القواسم اللي اسسوه كانوا من المؤسسين ديال مولاي عبد الله. وحنا الحمد لله هادشي خلاو لينا ارث، خلاو لينا جدودنا، وحنا باقيين محافظين على هاد الارث ديال جدودنا اللي خلوه لينا، وحنا باقيين فيه. والحمد لله والشكر لله، كاينين الناس الاولين خلاو شي، وعاود الثانيين خلاو شي، وسارت غادية ابن على جد. والحمد لله والشكر لله، من العهد ديال مولاي ادريس العهد ديال العلوين محمد السادس. نعم، اهتمام به. عندنا طير بحال ولدك، عندك طير بحال ولدك القاسمي شريف، الظاهر ديالو فوق يدو هو الطير. عندنا عز من ولدك وتاهو عندو مصروف، كي ياكل 20 درهم عندو في النهار، ولكن ما نحسبوش، نحسبو اللي خاصنا نوكلوه هو قبل الدراري. والحمد لله والشكر لله. وكاينين الاخوان الله يجازيهم بخير، موظفين كيصرفوا وكيأطروا وكيزيدوا في وليدات صغار يحضيو باش يحضيو هاد الارث. الحمد لله والشكر لله. وهما معنا شيوخ كبار، ومن شيخ يعطينا لشيخ، والحمد لله والشكر لله. وحيا الملك، وهادشي ملوك دازوا مشرفين عليه وباقيين مشرفينا، والحمد لله والشكر لله. السلام عليكم ايها المشاهدين الكرام، تحيه للسلطه الرابعه لهذه القناه، قناه دوكالا 24. بالنسبه لطريقه الصيد بالصقور او الصقر او الطير الحر، هي عاده قديمه لدي الشرفاء القواسم، وهم الوحيدون في المغرب الذين يملكون حق اقتناء الطير او الصيد به. بالنسبه للقبيله هي قبيله دوكالا، وهذا ظهير قديم لانها رياده الملوك، وشرفاء القواسم كانوا مع الملوك العلويين. يقول في الظهير الشريف لسيدنا المرحوم مولانا محمد الخامس رحمه الله، ورحم مولانا الحسن الثاني، وحفظ الله مولانا امير المؤمنين محمد السادس. بالنسبه للظهير الشريف مما جاء فيه، الحمد لله وحده، والصلاه والسلام على رسول الله واله وصحبه. محمد بن يوسف الله وليه، يعلم من كتابنا هذا اسماه الله وعز امره، اننا بحول الله وقوته وشامل يمنه ومنته لا حكم ما بايديهم من ظهائر اسلافنا الكرام.
ولا يتعداه. محمد بن يوسف الله وليه. Thank you.